بإذن الله النهاردة هنتكلم على الهيرينج، والهيرينج هنعمله على فيديوهين. طبعاً خلصنا الفيجن على كذا فيديو، والمرة دي بنتكلم على تاني سبيشال سنس مهم جداً. بس الأول لازم تكون عارف إن أنا هتكلم في الفيديو ده على كذا حاجة، وكل حاجة فيها رقم ثلاثة، يعني رقم ثلاثة هتتكرر في الفيديو ده كتير. بمعنى طيب احنا لو جينا بصينا على الاير، هنلاقي الاير الاول بتتكون من اكسترنال اير، طبعا ده رقم واحد، وميدل اير، وانر اير. عندي ثلاث اجزاء بالاذن، يبقى دي اول ثلاثه انا بقول عليها. طب الاكسترنال اير شخصيا في ثلاث حاجات علشان ما تتوهش معايا. اول جزء في الاكسترنال اير اللي حاطط عليه السهم ده اسمه بنا. بنا معناها صوان الاذن، اللي هي الجزء ده، الحته دي اسمها بنا او اوريجن. طيب وبعد كده بعد البنا هنلاقي الممر ده. الممر ده اسمه اكسترنال اوديتوري ميتس، ده اللي كنا بنحط فيه السماعه في ودننا علشان نقيس البلاد بريشر. كان دايما يقول لك الاير بيس دايركتد انورد اند فورورد. يبقى ده تاني جزء، يبقى اول جزء بينا والتاني اكسترنال اوديتوري ميتس. طيب الجزء التالت في الاكسترنال اير هو اللي انا بنقطه على البورد معاكم. الجزء التالت ده اسمه تمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين الناس عارفاها طبله الودن. طيب انا عشان اتكلم على التمبانيك ميمبرين لازم اقول الاول القياسات بتاعتها. التمبانيك ميمبرين يا جماعه بيبقى الديامتر بتاعه واحد، وبيبقى السيكنس 0.1، والمساحه او السيرفيس اريا 55 مليمتر سكوير. دي قياسات، بس انت عايز توصل منها لايه؟ انا عايز اقول لك ان التمبانيك ميمبرين يتميز بكاركترز مهمه قوي. هو شبه الطبله اللي الطبال بيستخدمها في الافراح، نفس الفكره تقريبا. لازم اي طبله هتيجي تطبل عليها تبقى الاستيك. ينفع طبال يشتغل على طبله مش مرنه؟ لا ما ينفعش. يبقى واحد مرن. تاني شرط في الطبله لازم تبقى تنس او مشدوده. دايما الطبال يقول لك ايه؟ انا هسخن الطبله قبل ما استخدمها في الفرح. طب تسخنها يبقى لازم تبقى تنس. طب نفترض ان هو طبل عليها من غير ما تبقى مشدوده، ممكن تتقطع. دي رقم اتنين. رقم ثلاثة في التمبانيك ميمبرين بتبقى ابريودك، ودي مهمة قوي. كلمة بريودك معناها تردد ثابت. لا، دايما طبلة الودن ما بتتهزش لتردد ثابت، يعني بتتهز حسب تردد الصوت اللي بيوصلها. يعني تخيل الحاجة المعرفة دي، ده ساوند ويفز. نتخيل لو كان الساوند ويف ده عالي، تردد يختلف عن لو الساوند ويف انتنستي كانت منخفضه. يبقى هو بيهتز حسب الصوت اللي بيوصله، مش زي التيونينج فورك بيبقى له فريكونسي ثابته وتردد ثابت. لا، يبقى ابريودك. رقم اربعه ومهم قوي في التمبانيك ميمبرين، دامبد، ودي مهمه قوي. معناها ايه؟ معناها اني انا عكس التيونينج فورك. التيونينج فورك كانت بعد ما انت خلصت الستيمولس، يعني انت ضربت الشوكه الرنان خلاص، لسه الشوكه عماله بتتهز. ما ينفعش التمبانيك ميمبرين يفضل يتهز بالرغم ان الصوت خلص، كانت هتبقى مهزله. تخيل انا خلصت كلامي معاك
امبلت ميمبرين بتتهز على الفاضي. طبعا الكلام ده ما ينفعش. يبقى التمبلت ميمبرين يتميز باربع كاركترز: الاستيك وتنس وبريودك ودامبنج. في نقطة مهمة جدا لازم نكون عارفينها، ان التمبلت ميمبرين بيبقى ماسك فيه مصل، في مصل بتتحكم في التنس تمبلت عشان يبقى مشدود. اسم العضلة تنسور تمبلاي، وهقولها دلوقتي دي ماسكة في ايه ودورها ايه. دي مهمة اوي الكلام، حتى اسم المصل فضحها مبين اهميتها. تنسور دي اللي مخليها تنس، تمبلاي دي اللي ماسكة في التمبلت ميمبرين. يبقى انا قلت الاكسترنال اير ثلاث اجزاء زي ما هو واضح على البورد. طب سؤال، ايه هو الفانكشنز اوف ذا اكسترنال اير؟ اول فانكشن باينه قوي ان هي بتجمع الصوت، لازم تقول لي كولكت ساوند، الصوت اللي جاي من الاتموسفير من بره. طب رقم اتنين، الصوت اللي انت جمعته انت عايز تخليه مركز. طب دكتور بسألك سؤال، عشان يبقى الصوت مركز ده يجي ازاي؟ لازم الصوت يبقى مركز، معناه انه داخل في ممر واسع وبعد كده رايح في حته ضيقه. يعني انا المفروض الرسمه الصح ان هو بيبقى جاي كده، ده دي الفكره، ان هو واسع وداخل على ضيق. بس انا حبيت اوسع لك ممر الاكسترنال اوديتوري ميتس. يبقى رقم اتنين لازم تقول لي ساوند لوكاليزيشن، تمام. رقم ثلاثة ومهم جدا، تمبلت ميمبرين او الطبلة علشان تشتغل لازم الضغط على جانبي الطبلة يبقى متساوي. وهنعرف مين اللي عمل الفكرة دي، يعني لازم يبقى ايكوال بريشر اون بوث سايدز، الجزء المنقط ده تمبانيك ميمبرين. طيب الاكسترنال اوديتوري ميتس فيها شمع، الشمع ده بروتكتيف، يعني دايما الشمع بيبقى له ريحه معينه يقتل بيها البكتيريا، طارد للبكتيريا. الواكس الشمع ده طبيعي في ودننا ودوره بروتكتيف فانكشن. يبقى انا قلت كولكت ساوند، لوكالايز ساوند، بريشر متساوي على جانبي التمبانيك ميمبرين، شرحت الفانكشنز اوف تمبانيك ميمبرين، وقلت فكره بروتكتيف فانكشن او الواكس. كده انا خلصت الاكسترنال اير بالثلاث اجزاء وقلت الفانكشن. هاجي بعد كده وارسم دايره، والدايره دي مهمه جدا. الدايره دي هي الميدل اير، وزي ما اتفقنا في بدايه الفيديو كل حاجه هتشرحها تتكون من ثلاث اجزاء. الميدل اير ايه اجزاء؟ اول جزء في الميدل اير اسمه ماستايت اير سيلز او خلايا الرنين، دي مهمه قوي، وناس تسميها ميزو تيمبانوم. طيب رقم اتنين، عندي اوسيكلز، ودي عايز اركز عليها. اوسيكلز هو العظم، في ثلاث عظمات موجوده في الميدل اير. اول عظمه منهم اهي دي نمبر 1، اللي واضح من الرسمه ان العظمه دي ماسكه في التيمبانيك ميمبرين. اسم العظمه دي ماليس. ماليس كلمه لاتيني معناها ايد او هاندل، يبقى الايد ماسكه في التمبانيك ميمبرين. وعندي في النص رقم اتنين، عندي عظمه اسمها انكس. انا جيت عندي ان وزعقت ليه؟ عشان اقول لك ان انكس ما بين
عظمتين، يعني العظمه في النص ما بين ماليس فوق ورقم 3 ستيبس. يبقى ماليس انكس ستيبس. واضح من الرسمه اللي ستيبس عامله زي المجنت المغناطيس، وتلاقي الستيبس ده ماسكه في دايره، يعني في دايره هي ماسكه فيها. الدايره اللي ماسكه فيها دي اسمها اوفال ويندو، شباك بيضاوي. الفكره ان الصوت بيجي من بره الاكسترنال ميتس التمبانيك ممبرين، يعمل هزه في الماليس ثم انكس ثم ستيلس، والستيلس ينقل الصوت من الاوفال ويندو لجوه. طب استنى بقى، السهم المعرض ده جوه يعني ناحيه مين؟ انر اير. بس قبل ما اتكلم على الانر اير عايز اتكلم على الاوسيتس. ليه ربنا خلق تلات عظمات جوه الميدل اير؟ الفكره التلات عظمات دول بيعملوا ماجنيفيكيشن للساوند، بيكبر الصوت 22 مرة. وهنا عايزين نسأل سؤال، كذا سؤال مع بعض، هو الصوت بيتكبر ازاي؟ السؤال الثاني هو ايه الهدف ان الصوت يدخل في الانر اير متكبر؟ يبقى 22 مرة دول جم منين؟ يا جماعة الصوت بيبتدي من عند التمبانيك ممبرين يتهز إلى الأوفال ويندو. دكاترة بتوع الهيستولوجي قالوا ان مساحة التمبانيك ممبرين قد الاوفال ويندو 17 مرة. طب هو السيرفس اريا يفرق معايا في ايه؟ انت بتنقل الصوت في هذا الاتجاه، يبقى لازم تعرف المساحة اللي هيتنقل فيها، يبقى 17 مرة. بس في نقطة مهمة في الفيزيكس، لما تقول لي مساحة كبيرة لازم تعرفني ماجنيفيكيشن فاكتور. يعني انا هنقل الصوت من بداية التمبانيك للاوفال ويندو بفرق سيرفيس اريا تايمز ماجنيفيكيشن فاكتور، بقوة تكبير قد ايه؟ 1.3. لو ضربنا الاثنين في بعض يطلعوا 22 مرة. يبقى فايدة الاوسكل ماجنيفيكيشن. طالب مرة قال لي مش مقتنع قوي، قلت له فاكر في السكشن زمان في السنسوري كانوا بيقول لك حط تيونينج فورك على بول. طب ليه؟ ماجنيفيكيشن، تجربة الفايبريشن. يبقى دايما البول اوسكلز ماجنيفيكيشن. طب السؤال الثاني، هو احنا ليه عايزين نكبر الصوت؟ يعني انا لو قلت لواحد ازيك يا فلان، طب يا دكتور ما هو سامعني. اه سامعك، بس في جزء من الساوند انرجي او طاقه الصوت ضاعت. مش كل الصوت اللي انت سامعه هيتنقل بنفس الانرجي بتاعته في الانر اير. قال لي طب برضه ليه؟ قلت له مبدئيا قبل ما نرسم الانر اير فيها فلويد، وهنا الصوت بيتنقل عن طريق هواء. في الفيزياء انت لما تغير الميديوم او الوسط اللي هينقل الصوت من هواء الى فلويد لازم هيقابل هاي ريزيستنس، يقابل مقاومه عاليه جدا. دايما مقاومه الميه اعلى. الدليل على كلامي لو انت نزلت تحت سطح الميه بسين او غطس او ايا كان، مستحيل تسمع اي حد بيكلمك من بره الا لو عمل صوت عالي جدا، عمل هليله عشان تسمعه. To overcome the resistance of the fluid in the inner ear. هتقول لي طب والانر اير دي فيها فلويد ازاي؟ هنقولها، فيها قنوات
فيها اندولينف وبيرينف. طيب يبقى انا عايز اتغلب على الريزيستنس لان في جزء من الساوند انرجي از لوست في السيلف. طيب نرجع لكلامنا من الاير ثلاثه ماستويد اير سيلز ادي واحد ارسيتكس ادي الثانيه فين الثالث بقى؟ بصوا بقى الثالث هذا الممر. الممر ده هو الثالث بالنسبه لي اللي اسمه اوستيكيان تيوب وده يا جماعه مهم جدا. الاوستيكيان تيوب ده ثالث جزء في الميدل اير لازم تكون عارفه كويس. طيب الاوستيكيان تيوب ده ايه دوره؟ متصل بمكان مهم اللي انا برسمه ده اسمه نيزو فارينكس. طب احنا عايزين نسال سؤال، الاوستيكيان تيوب مكان ايدك هو الانبوبه الطوليه دي تمام. طب ايه فايده الاوستيكيان تيوب؟ فاكرين لما قلت ان التمبانيك ممبرين لازم يكون الضغط اللي قبلها واللي بعدها متساوي علشان ما تدخلش جوه، ما ينفعش التمبانيك ممبرين ده يحصل له ساكشن. وانا هرسم لك يعني ايه تدخل لجوه. نفترض وهوسع لنفسي الحته دي ان الضغط مش متساوي، نلاقي ان يحصل المنظر ده. شايفين انا عملت ايه؟ خليت التمبانيك ممبرين بدل ما كان يبقى في الحته دي خليته صد انورد. ده ما ينفعش. مين اللي يحافظ على التمبانيك ممبرين في مكانه؟ اوستيكيان تيوب. يبقى اول فايده ليه equalize the pressure on both sides of the tympanic membrane. هنا ضغط عالي وهنا ضغط عالي برضه. تمام. دي أول حاجة. بيوصل الميدل إير بالنيزو فاركس. نيجي بقى نقول الكلام اللي سمعتوه زمان في المدرسة وهكرره تاني. نفترض إن أنا طالع فوق قمة جبل. فوق قمة الجبل اخبار الاتموسفيريك بريشر ايه؟ بيبقى قليل. الاسنت في الهاي التيتيود في هايبوكسيا يا جماعه فوق، هنا الضغط قليل. طيب وهنا الضغط عالي في المكان ده، تعمل ايه اوستيكيان تيوب؟ تفرغ الهواء اللي جواها للنيزو فاركس وانت اسنت طالع فوق قمه الجبل، تفرغ الهواء. المشكلة مش وانا طالع جبل او طالع بطيارة راكب طيارة فوق، لا المشكلة وانت نازل descent at high altitude. وانا نازل اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان خلاص الاوستيكيان تيوب فرغ الهواء اللي جواه وهنا الضغط الجوي هيزيد. طب ايه اللي يحصل؟ ممكن التمبانيك ممبرين دي تبقى صد انورد. عشان كده بيقول لك وانت نازل بالطياره والطياره خلاص هتعمل لاندنج لازم تنضغ لبان علشان تفتح الاوستيكيان تيوب. فاتسالت سؤال جميل قوي، طب وايه يعني يا دكتور؟ ليه ربنا ما خلاش الاوستيكيان تيوب دي مفتوحه طول الوقت؟ قلت له ما ينفعش. قال لي ليه؟ لو مفتوحه طول الوقت كان صوت النفس بتاعك يتداخل مع حركه الاوسيلس. يعني انا مثلا بكلمك وانت بتتاوب واتاوبت فتره هتقول لي انت كنت بتقول ايه؟ حصل انترفيرنس مع السمع نفسه. فما ده ما ينفعش. وفي حكمه ثانيه، لو مفتوحة طول الوقت ازاي الهواء هيخرج منها وانا طالع فوق الجبل؟ وازاي يعني ازاي التبادل ده هيحصل؟ لا مش هيحصل. يبقى عشان كده الاوستيكيان تيوب بتفتح في اوقات معينة. هتسألوني السؤال بالعكس، طب وليه مش مقفولة طول الوقت؟ لو مقفولة طول الوقت ايه اللي هيحصل؟ ودانك
هتوجعك بالظبط زي الطفل اللي عنده فارينجايتس. يجي لك طفل في العياده مفروض زوره بيوجعه، هو ما يعرفش ان زوره بيوجعه، عمره ما هيقول لك كده، يقول لك وداني وجعان، لان الانفلاميشن بتاع الاوستيكيان تيوب بالظبط زي فكره الديسنت بتاع الطياره او النزول من قمه الجبل. انت فرغت الهواء اللي عندك يا اوستيكيان تيوب، فيحصل ايه في طبله الودن دي؟ صد انورد. عشان كده يجيلك دايما بالمشكله التقليديه وداني بتوجعني. دكتور الشاطر اول ما يلاقي طفل يقول وداني بتوجعني يبقى لازم يعرف ان غالبا المشكله في الفانس، يبقى ده فكره الاوستيكيان تيوب. يبقى انا قلت الميديال اير ماستايد اير سيلز واسيكلز، واتكلمنا على الاوستيكيان تيوب بالتفاصيل. طب تيجوا نكمل، عايز اشرح الانر اير. اتفقنا ان النهارده كل حاجه ثلاثه، كسرنا اير ثلاث اجزاء، ميدل اير ثلاث اجزاء، والانر اير هتكلم فيه على رقم ثلاثه بشكل متكامل. اول ثلاثه 3 سنتي يا جماعه، طوله 3 سنتي، مفيش مكان في البرين هيستوعب الانر اير لو اتفردت. عشان كده دكاتره الهيستولوجي قالوا لازم الانر اير تتلف حوالين نفسها، تبقى عامله زي القوقعه، كوكليا. القوقعه دي اتلفت كام مره؟ مش ثلاثه بقى المره دي، ثلاثه الا ربع، علشان اثبت رقم ثلاثه في دماغك. لفتين وثلاث ارباع، ثلاث لفات الا ربع، تمام. وفيها ثلاث قنوات، يعني لما جم شافوا الاستراكشر اوف ذا انر اير قالوا ده فيها فلويد. طب انا عايز اشوف الفلويد دي ايه؟ فدكاتره الهيستولوجي اخذوا سيكشن في الانر اير، سيكشن جميل جدا في الانر اير، وقالوا بصوا الانر اير اهي، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، ده شكل الانر اير كسكشن، ده ترانزفيرس سكشن. هنلاقي اللي فوق سكالا، سكالا يعني قناه. انا عندي ثلاثه سكالا باللغه اللاتين، ثلاثه سكالا فوق بعض. القناه اللي فوق اسمها فيستيبيولاي، اللي في النص اسمها سهل ميديا او ميدل، اللي تحت اسمها تيمبانوي. دكتور احنا ملاحظين حاجه، ان في فراغ ما بين كل قناه والتانيه، اهو ادي فراغ وادي فراغ، مش فراغ ده ممبرين، في ممبرين بيفصل لك الفيستيبيولاي عن الميديا. قالوا طيب نسميه ايه الممبرين ده؟ فيستيبيولار ممبرين او رايسنر ممبرين. وتلاحظ ان هم سموا الممبرين باسم القناه اللي فوق. طب وهنا عندي ممبرين برضه، هسميه باسم ايه؟ القناه دي اقول لك ميديا ممبرين؟ قالوا لا، انا هسميه بازيلار ممبرين، وده مهم قوي وهنعرف ليه. ده اللي فيه الريسبتور اوف هيرنج. يبقى انا عندي ثلاث قنوات مفصولين باثنين ممبرين. كلام جميل. في نقطة لازم تقولها لنا قبل ما تتكلم عن بازيلار ممبرين. كل قناة فيها فلويد. ايه الفرق ما بين الفلويد اللي في سكالا فيستيبيولاي وتيمبانوي وميديا؟ شكل جميل قوي قالوه دكاترة الهيستولوجي. قالوا ان القناة اللي فوق واللي تحت بيبقى فيها الفلويد
شبه الاكسترا سيلر، نفس الاستراكشر بتاعه بالظبط. طب هتسموه ايه بقى؟ بيري ليمف. اما الفلويد اللي في النص سكالاميديا، خلي بالك شكل الفلويد بتاعه كاستراكشر شبه الانترا سيلولار فلويد، فهسميها اندو ليمف. اندو داخلي، يبقى ده اندو، واللي فوق واللي تحت هو البيري ليمف، وده نقطه مهمه جدا. يبقى انا عندي ثلاث قنوات، فهمنا الاختلاف. طب سؤال تاني، سكالا فيستيبيولاي وسكالا تيمباناي، هل يا ترى كونكتد توجذر ولا لا؟ اقول لك اه كونكتد توجذر. يعني انا لو جيت رسمتها كده، دي يا جماعه القناه بتاعتنا، كذا قناه، انت عندك اهو دي القناه اللي في النص، ده السكالا ميديا، وهنا ده في سكالا فيستيبيولاي، واللي تحت سكالا تيمباناي. اللي حصل ان الفيستيبيولاي والتيمباناي متصلين مع بعض بالحته دي، في ممر اسمه هيليكو تريما، هو الممر. طب دكتور عشان نتخيل القصه ماشيه ازاي، هقولها القصه كده. انت كده ده عندك ده اخر جزء في الميدل اير، فاكرين الستيبس عامله زي المجد وماسكه فيه الاوفال ويندو، ودي مهمه جدا. اللي بيحصل ان الستيبس هتسق لك الاوفال ويندو لجوه، لان انا عندي مانيوس وانكس وستيبس، لما بيحصل هزه في التمبانيك ممبرين هتتنقل الهزه للثلاثه اوسكل اخرهم ستيبس، ستيبس تسق لك الاوفال ويندو لجوه، فتعمل زي موجة بحر في السكالا فيستيبيولاي، تعمل براشر ويف، نقلة الضغط فيها. لما يتنقل الصوت في الفيستيبيولاي ايه اللي هيحصل؟ يهز الممبرين اللي هو نايم عليه، اللي هو السكالا الفيستيبيولار ممبرين. انا هزيت الفيستيبيولار ممبرين، يبقى بهز الفلويد، بحرك الفلويد في الميديا. السكالا ميديا دي ريستنج على مين؟ على بازلر ميمبرين اللي فيه الريسبتور اوف هيرنج، ودي اللي هقولها الفيديو اللي جاي. انت ازاي بتسمع فكره الموجه بتاعت البحر ده اتهز، فهز الفيستيبولار ميمبرين اللي تحته مكان ايدي، فهز الفلويد في السكالا ميديا، فحرك البازلر ميمبرين. وهنقول ازاي كل الكلام ده جميل، بس برضه ايه علاقه الفيستيبيولاي بالتمبراي؟ قالوا لما السكالا فيستيبيولاي بيبقى فيها فايبريشن للساوند ويف هتتنقل الى السكالا تمبراي بسرعه، ولما تتنقل هنا باتجاه السهم في عندنا شباك تاني اسمه راوند ويندو، فتعمل ايه؟ تضغط على هذا الشباك. يعني هنا انت بدات الستيبس اوفر ويندو سكالا فيستيبيولاي، تتبعه ايدي، رحت للسكالا تيمبانال، حركت الراوند ويندو، يبقى انا عندي شباكين، شباك اوفل هو البدايه وشباك راوند ويندو. على فكره الاوفل ده اسمه في الاناتومي فورامين اوفال. طب دكتور ده كلام